ممكن تصير او الكاميرا كل شي ازيج والله يمكن 6 ايام ما تصير اقل في صوت. خليني اضيع الشي ده في تويتر للحفرمة. بث مباشر وتصميم العاب ما ادري ايش اكتب تويتر اقدر على او بي اس اعمل ابديت ما ادري ايش اكتب هنا تويتش ما يمكن تويتش فلت انا متاكد في طريقه يراوك احصائيات وين بطيخ يمكن تدفع فلوس عشان شفت احصائيات اي هاف نو فوكينج كلو anyway احاول اني ما استخدم الاف ورز بكثره اعتذر لذلك اني ما صار فتره المفروض بعد شوي اقوم اتمرن امشي ساعتين او على الاقل احاول امشي ساعتين بس جاني عرق من عون ولين من الساعة 12 قاعد احاول انا هو بيني وبينكم مو عرق اكثر ما هو قاعد احاول اصلح نومي and امس حاولت اكتب جزء من الدرس تبع الكلاسات و تعلبتشت من جد تعلبتشت حتى لي الصفحات تبع البحث كتابة الكلاس وكتابة الكلاس والبطيخ قاعد ما زلت قاعد احوس فيه فقاعد شوي قاعد احاول اعمل درس يشرح اكثر ما يمكن بس ما يضيع الدنيا من الفرصة الخاصة ما اظهرها هنا انا وجهي قاعدين المهم الافضل اقفل التويتر عملت انا تويت زين رجل فول فيس وين قاعدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مجددا في محاولة القنوت اليوم توي اليوم انا فيها شوي وامس المفروض اعمل الشيء ده بس ما حصل في طاقة ولا قدرت اخلص الكثير لمست من جديد في لقطفة فاليوم احنا نزلنا قنوت عملت بحث سريع بعد ما قدرت انام مدة 5 ساعات وقمت ارقص المفروض اقوم اغسل المواعين بس عملت جدول وش بسوي بكرة فخلينا نحاول نخلص امس اقع خطوة اني مبالي عمل نزل قرض وجابه لمدة ساعتين فخلينا نشغل التايمر هذا البرنامج العظيم ونقول له 120 دقيقة اذا 120 دقيقة خلصت بقول لكم مع السلامة حتى لو ما عملنا شيء فنزلت قنوت اول شيء عملت يعني انا مبرمج 20 سنة برمج والحمد لله يعني عندي خلفية في الخوارزم وعندي خلفية في لغات برمجة مختلفة ولكن ما عندي خلفية رسم ما عندي خلفية امور واجد بس فالانواع كثيرة من لغات برمجة لغات ما حد يستخدمها لغات احد يستخدمها database SQL NoSQL back end زفت في network زفت في IT ما عمري لمسته بس اكثر شيء كنت مركز عليه theoretical ولغات برمجة interpreters compilers والمشروع التخرج حقي ما قدرت اعمله لانه too much and فجأة قررت اني الف شيء ممكن اطلع منه فلوس بعدين ارجع احاول اسوي اشياء افخم من وجهي
فقمت اقرا عن شوي جوجل واكتشفت ان جودوت 4 مش مكتمل زي فيجوال بيزك 22 اند نوت ستيبل. فلاني انا بعمل الشعر السريع نزل 3.5 لانه ستيبل، ف احنا نزلنا 3.5 خلينا نخزن نعطيكم تجربة طازجة. المفروض يشتغل مباشرة اللي فهمته مبني على المونو، فالمفروض يشغل حتى why this is not an is this the installation take a look. فما عندي اي خلفية nothing I have no idea how this works. خلينا نحاول. يقول لك please confirm you currently do not have any project. Yes. Would you like to explore official examples project in the assets library? أنا فكرت Unity مش بالأسد library. أدريت إنه Godot. فGodot كان محرك خاص اللي سواه كان عامل اشتغل عليه من 2001 فهمته أول إصدار عمله وخرجه 2001 كان اسم المشروع مختلف وظل فوق 7 سنين يطور في المحرك لحاله أو مع تيمه أو something. وفي 2000 ما أدري كم فتح المشروع وخلاه open source، يعني open source يعني الناس تقدر تروح وتضيف إضافات على المشروع. ما أدري كيف حقوق الملكية، هل يقدروا يبيعونه هل ما يقدروا يبيعونه، هل هو مجاني، ما عندي أي خلفية. أتوقع أنه مجاني يعني open source، أتوقع أنه مجاني بس ما أدري شو الطبخة كيف يطلع منه بزنس دعايات I don't know. اللي فهمت الشركات كبيرة لما تبى تتعاقد معها يقول هاي عمل support للإكس بوكس هاك 150,000 حاجة زي كده يعني. خليني نشوف. فعلى فكرة اللي يقول لك قدرت 7 سنين فقط أو 10 سنين فقط أو نيو 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 ما أتوقع أي واحد يقدر يتخيل رحلة المغامرة لحد العمل محرك بقى ويصير عالمي زي كده. ماي لازم نشرب ماي. anyway أنا إني أخذ نبرة. What the hell is you doing? نقدر نشوف ما شاء الله والله شيء رهيب. خليني أكمل من نبرة الصوت. أوكي خليني أروح للكاميرا جيم. خليني أروح للجيم كابشر وأفتح. اوكي فالمشروع هذه مشاريع تمبليت يعني نمو نماذج تقدر تفتحها وتجرب تعدل عليه، والنماذج دي حتى يقول لك الترخيص حقها. فالترخيص ام اي تي اذا درستون شوي لايسنسز كيف يشتغلون معناه ان الترخيص ده معناه انت تذكر مين اللي عمله في الاسم انك صراحيه انك تستخدمه في المشاريع حقك تقدر تبيع عادي. فخلينا نفتح بونغ. مونغ بونغ مالتي بلاير وذ سي شارب. اوكي حتى راويك هنا راويك صور فيرجن لانجويج رندر اذا ما غلطان. ده فانا الحين قاعد اتعلم صح اول مره صح. انا ما عمري سمعت بالجي ال اي اس، هل هذا نوع من اوبن جي ال؟ وش اسوي؟ اروح اغف الناس اسالهم ولا استني اني ينزل علي طبق من ذهب؟ جواب روح لجوجل واكتب what is g. اوكي نرجع للسين فروح لجوجل واكتب له what is GLES. كأنه اسم library. GLES is an open source library which make a non-backward compatibility OpenGL. Yep, library تبع مكاتب تبع رسومات. لو أنا غشيم ما أعرف ولا شيء which is truth غشيم ما أعرف أي شيء أقدر أبحث عن كلمة الصلاح وش معنى open source وش معنى C++ وش معنى library. يا التعلم يأخذ وقت، التعلم ما يجي عبط، التعلم خبرة سنين وتعاون مع الأشياء سنين. فأروح أبحث وش أوبن جي أول، بعدين أقرأ أوبن جي أول وش معنى دايركت إكس وليش فيه أجزاء وش هو API وش باكورد كومباتيبلتي.
اي قد وقت تحط الجهد للتعلم يجي بتتعرف اكثر. سو اتمنى اني اسهم من تعامل مع المباشر لكارت الشاشة HLSL او DirectX Draw 2D اللي قتلوه في 2018 2018 2008. There is a GDI script او GD script version available here. Download, take a look. Install. فخلينا نضيفه في الوركشوب الحقي. بنم 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 أين البي سي؟ لا 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 Here. فتح KXE لا انستليشن لا بطيخ weird. كيف في عندنا 2D عندنا 3D عندنا script عندنا address. Is this the runtime? I don't think this is a runtime. عندهم نظام GUI. Inspector and Node. Node and Node.js. What is Node? Oh boy. Oh, there are events. Bottom down, bottom up, back pressed. On join pressed. Definitely events. Definitely events. Join button. What's the name? What the hell? RSS? What is your RSS? Click to show signal doc. God. اللوبي الحين وين البروجكت حقي؟ وين السين؟ وين البروجكت؟ What's going on? This is the property, right? This is the property. This is definitely the property. Join button. وده السين هنا. ليش ده هنا؟ ليش ده مو هنا فوق؟ اوووي. خليني ما اعفس في الترتيب لان انا متعود ان الكلاسات على اليمين والبروبرتي تحت. تيبل مونو. هل هو مونو مونو ولا مونو جيم؟ اعتقد مونو مونو. جميل جميل. مونو مونو زي قمو 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 قمو. اوكي في عندنا ريسورسز هنا للصور وكذا. بس وشو التي اس سي ان؟ جوجل Godot 3.5. What is DSCN? CN file format. The TSCN text scene file format represents a single scene tree inside Godot. More info please. فأعتقد دول الـ compiled files يعني المفروض ما أحس فيهم. The file format represents a single scene tree inside Godot. Unlike binary SCN, TSCN files have the advantage of being mostly human readable and easy to for version control system to manage. Then ESCN export scene file format is identical to TSCN file format, but it's used to indicate Godot that the file has been exported from another program. Oh boy, this will be fun. I didn't get it completely. It's only a half time. هذه أحبة الران. خلينا نشغل الران. عادة F5 نفس الشيء الران. Building project. أنا لما أقول لهم عملت build project عملت clean they don't get me. فخلينا نشوف. ما شاء الله شغل. فهذا
الادرس تبع البورت الاوبن لوكال، فاذا عندك شبكة محلية المفروض تقدر. لازم waiting for players. No problem. فلازم عندنا شبكة، نشغل جهاز ثاني. أو أحاول أشوف إذا في ملف EXE. دول ملفات C sharp CS. Metadata assemblies. Editor player. ممكن هنا. What should BDB? I don't know. DLL library. No, we didn't find a solution. This is a C sharp file. هذا تبع البروجكت تبع السي شارب. نفتحه. هل جودوت يعتبر زي الانتربريتر سي شارب؟ What's going on؟ هذا الكود أسهل شيء بنتعامل معه. نفترض. فهذا فقط يشتغل كأنه كسكريبت. اللي فهمته. sharp. like dx sharp. جمال. system drawing. فأنا رايح بعيد، أنا ما أدري هل هذا زي اللايبرري تبع ال سيمسو، هذا اللايبرري اللي يتحكم بال الأمور الرسومية لل شوف هنا color collision shape، أتوقع في light مثلاً. قاعد استعبط ترى ما قاعد اتعلم كيف يشتغل، قاعد استعبط. فقررت لايك 2D نود 2D. فين بدي اعرف ايش الفرق بين النود وبين بس anyway هذا المثال غلط انا نزلت لان هذا ما اقدر اختبره لان الشبكة. فخليني اطفي اللي اعرف هذا بعد الفاير وول جاي يقول لي هي قوي هذا يبي يدخل اونلاين يبي يدخل شبكات اسمح لي لا اطلع في كذا اوكي خلينا سوري اخترنا المثال الغلط انا فكرت مالتي بلاير يعني نفس الجهاز اشتغل يبي يدخل لي شبكة بس شيء عظيم انه يعطيك برنامج شغال شبكة كذا جاهز اوه بوي that will be nice فخلينا نعمل new project أنا ما أدري إن يدعم ES3 يعني فكرت مو كل الأجزاء تدعم الـ ES3 anyway import project كان project وي وكيف طلعت الـ projects online أها asset library okay let's take a look on the asset library let's shopping okay نبي something simple come on game why you're not working انا ابي اعمل لي فول سكرين او whatever ارجع للسين يمكن بقولها sorry about that ما ادري وين اودي وجهي اودي تحت كده جات زين
أبي شيء 2D. ما بدي بلاتفورم، أبي مدافع. World map. Visual novel. أقدر أعمل لكم محنة وائل مجددا. RTS mouse selection and nav mesh move. خلينا ناخذ شيء شوي أبسط. I will be interested to see how the hell is Visual scripting custom. فنبي شيء يتحرك. خلينا نشوف basic platform. Download. ونعمل يا أخي ليه كذي ليه كذي. أقدر أعمل create folder. لا the basic platformer. The following project was generated by an older engine version. You want to convert it? Sure. أنا لحد الحين معك حقي ما حتى فكرت إني أعمل versionizing conversion. Like I didn't even. So عندنا the player. معنى رمز لما اضغط على البلاير فتح لي على جنب عشان اقدر اعمل له اديتنج. ما خليني اختبر الجيم. اي عملت لعبه، شوفوا انا احسن واحد عملت جيم. والله حلو انه طلع كذا من الحفره وينط. كيف نظام الحركة؟ كيف السبرايت؟ وش البلاير تي اس سي ان؟ هل هو سبرايت مثلا؟ هل هو سكريبت؟ بلاتفورم التايلز؟ ملف طلع؟ اوكي لما اقص على الملفات هنا تطلع بس مو دائما. ايه لو ضغط دبل فتح لي الكود. اوكي هل دول كلهم تبع البلاير؟ احتمال دول كلهم تبع البلاير. What's going on? Player collision 2D collision shape 2D sprite. اوكي هذا سبرايت. كيف اغيره؟ قاعد السايد زوم ريسيت. ليش تبغى موجود؟ طبعا جبنا العيد الحين. جبنا العيد فلو هذي هذا البلاير. كيف ارجع للبروجكت؟ اصعد الورد. Not map. RGBA. Change may be lost. Changes may be lost. زين خلينا نشوف الكود. Kinematic body 2D move speed jump force gravity constant max fall speed physics processes
اوكي فموف دايركشن از ات ا بروبرتي سيمز لايك ا بروبرتي فور مي لو اعصف مع شيف لا ما يعني وين هي وين الكود تبع موف داير var grounded is on floor I have something similar in my engine and it gave me the grief flip facing right oh really come on هذا الانيم الانيميشن انا بلاي كرنت انيميشن انا اوكي عنده لا يراوي كل الأماكن الـ functions الحين وش النوع الكود؟ وش اسم الكود ده؟ This is not C sharp This is not even close to C sharp This is a script I don't know which kind of script ما في statement فأعتقد التابس هم يعملون البيلد بس ما شفت سكريبت من النوع ده This is crazy يعني المسافات قبل الكلام ترى ليه أثر يعني ما يمدينا أكتب guidelines في اللغة دي أعتقد الله أعلم فنقدر نكتب هذا الشيء لأن this doesn't make sense now does it does it yeah ما عادي وح يمين يسار لو عصو space زيادة does it work Oh wow. Low shields. Actually, I completely broke it. When an error. Is there any warnings? Nope, I completely broke it. I don't know what did I do. Oh, Lightcone كانت بالوازو اللي تفكها بالاسم. Oops. Okay. عيد الاختباء من جديد. الحين ما اشتغل. Wait a يتمل على طول المسافة بين ال واو لازم يكونون الستيتمنت اللي تبع البلوك يكونوا بنفس المسافة الاندنتيشن انترستينج اوكي الانتربريترز القديمين كان فيهم امور زي كده
ما توقعت ما اشوف شيء زي كذا من جديد. فذاك الناس لما يقولوا والله الفاصلة المنقوطة وما ادري ايش ومزعجة و عندك الخيار ده الثاني ان تحافظ على المسافات وتتأكد 100% المسافات دقيقة. فاذا قاعد تتعامل مع النوت بوك وتكتب برمجة زي كذا ما بالضبط تعرف المسافات، زي ان ماين باك تكتب ارقام 10 20 30 تكتب الاسطر. لغة البيسك واو لان تخصصي او مو تخصص تركيزك على كتابة لغات برمجة، احب الامور دي. كانت لغة ال لغة البيسك تحتاج تكتب 1 تكتب الكود، 2 تكتب الكود، 3 تكتب الكود. فالبرمجين هنا يبغوا يعدلوا الكود، هذا الكود السطر حذفته، هذا السطر ضفته، هذا السطر سويته وصغيرته، وهذا السطر فجأة كده يبغى يرجع بالأسطر كله يعدله من جديد. 1 مثلا هذا كود جديد، هذا يقلبه، 2 هذا يقلبه، 3 دي يحذفه، دي يقلب 4 وهكذا. فايش يسوون؟ صار يكتبون 10 20 30 40، ولما ينبوا فجأة يضيفوا كود جديد يستخدمون الأرقام الفاضية. تشوف أشياء غريبة يعني، لأن كل اللغات حاليا يشبهون بعض، ومعظمهم يشبهون الجافا، ومعظمهم يشبهون السي شارب، ومعناها أن كل اللغات تشتغل زي بعض. كل ما تجرب زيادة كل ما تكتشف أشياء غريبة يعني. جميل. بس هذا الورلد وهذا البلاير وهذا يساعدك على سمال فونكشنز. والحين شغال بس اوكي. في عندنا خرابيط غير الكود. collision shape 2d and collision shape 2d 2 and sprite and animation player. oh boy. the animation idle jump and walk. اقدر اضيف اوكي. دولة اضافة ايفنت. وين الايفنت الموجودين عندي اوريدي؟ مثلا لما تحرك المفروض يلعب انيميشن صح؟ هذا اللي يحدد. وين ملفات الانيميشن؟ كيف اضيفهم؟ Pickable inheritance transform. وهذا اللي يتحكم بالعكس اتجاه الحجم.
مو 200 ما فهم فيه، ما احس فيه. اوكي. هنا غير انواع الملفات اللي ابي احوص فيها الفيور. اوكي زي ما قلت لك ما عم يستخدم المحرك من قبل. انا اعرف ان دهم الانيميشن ثلاثتهم بس ابي اعرف يعني ما في لسه ليهم فقط تختار من هنا. There must be a way اني اشوف file system. اوكي Okay. 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 كيف اضيف تاو هنا؟ كيف اعمل هذي؟ هل في تاو سيستم ولا حدد كولاجين؟ يوز بيكسل سناب سمارت سنابينج. Okay. Are we doing something? To who? No, no, no. Go back. In case I had size to back. Of course, in Kishi Arab. If I'm in Zoom, you control Z. أحسن من محاك الحاجة كمان. بس السبرايت ما تعدل حجمهم. لما عدلت الحجم من الخريطة. كيف أعدلهم؟ ففي عندنا هذا الورلد. هذا تايلز خلينا نسأل جوجل واتس تايل تريس. هذا مو جوجل. A Tris file is a resource file created by Godot Engine, a free and open source game engine used to create 2D and 3D games that contains data in plain text that referenced by Godot Engine node to perform various function games such as simulation, physics, setting, no idea.
ما ادري ذا الفايل جنريتر لا، بس قول هذا ال 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 اوكي maybe this is the first tile. I don't get this file to be honest. على كل حال الجيم من مجلد قديم. وين الملف؟ في عندي ملفات جديدة هنا. ما لون أخضر زي الخريطة، فلما أسأل الورد لازم أضغط دبل كليك عشان يفتح لي الملفات. ده لون أخضر، التايلز لون أزرق. كيف ماخذ موقعهم من اللعبة أو من ال PNG؟ كيف أعرف إن هذا الكاركتر؟ اوكي ده الازرق. اوكي الازرق والكولوجين اريا، فلو اشيل الكولوجين اوكي that's a lot of fucking work for tiles. يعني لو عم بضيف تال جديد اقدر اضيف added child node. وش يعتبر سبرايت؟ سبرايت هذا وش يعتبر؟ delete node فيعتبر node. add child node خلينا نكتب باسمها سبرايت فري. wait لا لا هذا النوع سبرايت 2D سبرايت. اقفل ده هذول عندهم ستاتيك بودي 2D نوع ستاتيك بودي 2D. Seriously اني بلا اعمل دول لكل تايل؟ ما في نظام يفتق التايل صورة يعملهم كلهم تايلز؟ ما اعتقد this is the right way to do it. ولكن خلينا في طريقة افضل نعمل duplicate. اعمل duplicate لهذا وهذا غيره. فالستاتيك بالي مو هذا الموقع تبع الصورة. هذا الموقع تبع الصورة فخلي ده 48 وش ده الثالث الهايت الويث واي. اوكي وهذا 48 this is silly give me a second. فهذا السبرايت الجديد هذا المفروض 48 بعد الريجن. فالحين احنا قاعدين نحس في هذا فانه ليش ال ما اقدر اكتبه كرقم هنا. There's no way There must be a way. نقول له هاي انت يا حلو موقعك صير 0084 I hate this.
there must be a way. ما أدري ليش ما أشوف الأرقام. layer. The physics layer this collision 2D is in a collision object can exist in one or more 32 different layer. Anyway. فخليني أحاول أغير الصورة بكبر أمها. الصورة اللي ماخذ منها ال هذي. فخليني أعمل أنا فايل مانجر ما أدري لو أحفظ عليها بيرضى ولا لا. أبي رينيم انسخ الاسم أحذف ما أقدر أغير الصورة. ال dependency ما أدري أنا أبي أستبدل الحين الصورة دي بصورة ثانية. فخليني أجرب خليني أجرب أروح لل مكان الملف styles اعمل لي edit بالpaint او paint.net كل هذا 2000 no problem وناخذ التال اللي انا مختبرهم 1000 سنة. this PC see My programming. وين كان الملف الملعون 2D assets medium ناخذ editing one editing صوتي واضح ولا لا صوتي واضح sprite template نقدر ناخذ دي بس لو مبني على المحاك حقي ولأن في مشكلة في السبرايت إنه يا شغل ناس في الاختبار ده خلينا نستخدم شغل حقي وين السبرايت القديمين دول التعديل الحديث الحقي خلينا نروح لمشاريع أقدم مثلا ووكر تست 3 تست 3 بيبي ولا تست 2 تست 2 تست 2 كونتنت بوي سو ماتش شغل في الاماكن دي رايت او بوي لا في اجدد من دي بس whatever في عمل لجتوال مختلفة خلينا هاد في اجدد من دي بس بلا دعوة اقدر اخذ شغل من ناس غيري بس حاليا يعني نحتاج more blocks whatever man it's you're testing the crap why you overthink it just do the freaking test for the god's sake it doesn't matter how does it look it just
fucking test. Why are you taking it too seriously, damn it? Okay. It's a fucking test. You're testing the fucking test, okay? حفظنا على هذا. So yeah, 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 yeah. ما بيضيع. Okay. فنقدر نشيل الكلج الملعون. Sorry, في حشرة واقفة على الميكروفون. أو يتهيأ يمكن لأن الميكروفون قاعد يتغير لونه. عسات تقعد أكثر من 20 ساعة. الشمس المفروض طلعت الحين. No. I don't like how the surprise. I need to turn them off. Turn off on. Forty-eight. Okay. But المفروض واحد في تكشة واحد ما في تكشة. فهذا من لما يكون 48 There must be an automatic way to generate generate the sprite from the sprite sheet. فالمفروض 96 ثاني. وين السايز؟ Why did you close it? 96 0 48 فالمفروض هذا وهذا وهذا هذا وهذا وهذا. فلو نحفظ نروح للخريطة نحذف كل شيء ايه ما اضاف سباي فري ليه في عنصرية اقدر اغير التكشة من هنا سريو اوكي زين السباي تو Save again, go to the world. This is the old sprites. Because this is part of the tile set. How to adjust that? But this is the tile set, no? هيكون المفروض ما ألعب فيهم يدويين أنا وش عصيت أنا فايق أقوى كثير وش عصيت أنا أعتقد فتحت الدوكيومنتيشن A 2D game object inherited by all 2D related known has a position, rotation, scale, and Z. كيف فتحته؟ كيف فتحت الصفحة دي؟ كيف أرجع للصفحة اللي قبلها؟ Tiles. Okay.
اي كان ضفت بالغلط في ذاك فتح لي. ما استغرب اذا في ناس يضيفون بلوكس ان. عشان يعمل جنريت للتالز من ال الزفت من السبايت. فيا الحين قاعد اسوي اني قاعد احاول اتعود على المحرك وش السالفة وين مواقع الاشياء يعني. فهذي لازم ينبالة تخبيص. او انا عندي خبرة برمجة ما عندي خبرة محركات. ففي امور واجد اسأل علي لان عندي على الاقل او هذا سبرايت او هذا سكريبت هذا تراك يعني في بعض الكلمات اعرفها يعني اسهل بكثير. بس انا الامور ما بتعرفها اللي تحاول مالك تحاول. فانا الحين المتبهدل فيه لما رحت للورلد هنا السبرايتس ظاهرين قديمين وما انا اعرف اعمل ريفرش للي عملتهم. هل قاعد يستخدم شيء معين فما انا فاهم كيف. ف مع اني انا حفظت دول حفظتهم اكثر مرة وما انا شايف يعني الحين دول التال صح دول قام التالز الحقي لما غلطان. ليش التال ما زال حجم 4 سنين انت معدلهم هذا معناه انا قاعد يستخدم تال صد قليل. هل هذا الملف هو المسؤول على الشي ده؟ فلو اروح للسكربت ما في الا ملف سكبت واحد اللي هو هذا الزفت البلاير جي دي. حتى هنا لو مكتوب اوبن سكبت بلاير جي دي وغى الساعة للتخبيط. على الاقل غيرنا الصورة اللي تابعة لسبايدر نتورك. بس ما انا فاهم ليش لما اروح للورلد هاي فتحت تالز clear transform flip vertically. I can do that. Okay. بس لا 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 كلهم ينعكسون ولا لا والله قلت هاو يحفظ transformation حقه. اوكي انا تعمدت اني احاول احفظ فقط 2 بايت لكل تايل عشان اوفر عدد الميموري في الخريطة. كيف اغير الست؟ في هنا ست هذا هو تاسع احفظ open document for the subject. كلالي I don't know كلالي
ما انتبهت لدول الجديدين. كات سيلكشن، كوب سيلكشن، باكيت، بس دول تبع الاديتر. انا ابي تال صد اللي هنا غير، ما I have no clue. يعني توقعت بيكون شيء بسيط لأن فكرت أن غيرت التالز اللي هنا، وهذا الملف تال ترس I have no clue what the hell is this. يعني كيف أحفظ المشروع الكامل سيف سين؟ New Atlas Texture, New Animated Texture, Normal Map. I have no clue what Normal Map mean. Like, not a format. يعني the Normal Map gives you depth to the sprite. Expect Normal Map to use X, Y, Z coordinates in this page. فأفضل طريقة إني أفتح جوجل بينكم، بس أنا معاند أبي أكتشف ليش هنا، وأقول له how to create tiles. When the game runs, the tile map combines the individual tiles into a single object. To add a new tiles, click on the tile set property and select a new tile set. هاي الصفحة شكلها كده. Hello. I don't accept this. البراوزر ضرب أو البراوزر مو عاجبني أو. Okay. مو بس أنا تعبان، حتى البراوزر حقي بدي يطفش مني. أنا كني شفت الإعدادات من قبل. To add a new task set, click on the task set property and select new task set. تغللي تغللي هو. أنا بعمل edit للتاسك set، بس يلا task set. Wait. Selected collision. كيف احدد الحجم؟ الله يرحم عليك. اوكي. كيف احدد الحجم؟ كل هذا الصعب. وش هذا الاصفر؟ اي اليسم نو روزي كولجين. وش هذا الاصفر؟ اذا هذا مو الكولجين وش هو؟
لانج عند الوقت اد اديت ريكت اوكي هاو كان اي سيف كان اي سيف ذس اوكي أو إيش السالفة يعني المساحة يعني اوكي اعتقد التايل ماب التايل ماب صاير الحين يعني عندنا تو تايل ماب اعتقد فخلينا نعمل التايل ماب الاول الجدران والثاني شوارع نفترض انا ما ادري وين المكان اللي قاعد يقول فيه 2 تايل ست ليش تصحح حجم 32؟ I'm going to kill you. I'm going to kill you. I don't understand. New outer tile. New atlas. New single tile. دول الزوم اوكي عندنا فقط تو سبرايت كيف اضيف عدد سبرايت أو تتعلم كم الصشكم تماني عمل واحد نفترض ويسهل الموضوع اكشلي انا في عملت مخطط ان يكون عندي نظام يحفظ التالز كاكثر من حجم مختلف واحفظهم كديكشنري بس كاوبشنال مش كل المين تال سيت يعني كيف احفظ كل الكلام الفارغ فلو اروح للتال سيت ما اشوفه بس لو ضافوا مهني عايلو شدي ليش يم عاوي فالد so we got ourselves towels there ما ادري اذا دوري فيهم كله جن ولا لا فخلينا احاول احرك اللاعب كيف شيل التايل ما ابي تايل خلاص عيب ما ابي تايل كيف اشيله ضغط السهم ما غير يمكن لو اختار البلاير بسم الله
اوكي اوكي نختار تال. يعني يمديني اعمل اكثر من تال ست كأهنة. الحين اهنا ما بكل جنة. اليوفي لما كان ما افهم كيف اليوفي، هل لما يطلع برا الصورة يكرر نفسه؟ ما افهم فيه زين. فانا يوم كان الطقس في الموضوع ده half offset. collision. wait. so then it says off. test. Note configuration warning. Tile map with a use bias on needs a bias collision object 2D to give shapes to. Please use it as a shell of area 2D. Didn't get what does that mean. I gotta بحث عن الموضوع ده. بس ما عندي أي خلفية كيف أحدد show collision. ليش collision كده صار شكله؟ Now I get it. Yep. هذا الغشيم اللجن حقه. اوكي اوكي بعض البلوكات لهم كولجن بعضهم لا. انا جبت العيد يوم عملت التالس. فا خليني اعمل ايديت للتالس. كيف اعمل ايديت للتالس؟ كيف احدد على اي تال ست ابي اختاره؟ اوتو تال كيف اوتو تال؟ صدق التالز ما اقدر اقول والله اذا التال هو نفس الكولجن على طول. اصلا انا ما انا فاهم كيف اختار التالز عند الان. confusing. okay. ليه اسمائهم مختلفة كده؟ فمثلا نقدر نسمي ده gray او brick wall 1. Brick wall 2. Brick wall 3. Brick wall 4. Brick wall 5. Brick wall 6. Okay. هذا احذفه. هذا كيف اغير الكولجن حقه؟ وش ال occlusion offset؟ what the hell is this؟ I hate you. navigation offset, shape offset, shape transformation, z index.
والله حلو لو اقدر اخلي بعض المربعات ثلج وكذا. يمكن الكولوجين اصلا ديتا مختلف، لان لما اسال الكولوجين مكتوب selected collision. عند بي دبليو 1 الحين يا هلا بي اعتقد بي دبليو 1 ليش 48 خلي صفر، مش هذا الكولوجن لوكال؟ بس وين الهايت؟ بي دبليو 2 خلي 48 خلينا نشوف. عاد شايف ايش مكتوب هنا؟ If two the resource are made unique in each instance of its local scene, it can thus be modified in the scene instance without impacting on the instance. الغريب مكتوب on بس لما تص عليه يصير on. Okay. The rectangle half extends. The width and height of the shape is twice the half of the extent. Zero? I have no idea. I think we're like, what? Anyway, save. Freaking save. نرجع للورلد. احنا في الورلد. New rectangle, create a new rectangle. فنحذف create a new one. نرجع للجيم. وش هي النقطتين؟ وش السالفة هنا؟ Okay. This is so stupid. Can't I just automatically tell it, hey, this is the whole thing is collision? I'm talking about my name auto. بس حاليا قاعد نحاول نتعلم كيف نستخدم الايديتنج في الادوات. لو ابي استخدم اختار اداة ثانية بل اختار السهم هنا والمربع اختار الثالث. او انا ما عملت ديليت للكولجن اول. نحفظ نرجع للبلاير نرجع للتايل ماب. This is one correct. This one's fucked up. This one seems correct. ليش this one second one is fucked up؟ خلينا نجرب الجيم. Okay. So we learn how to fix the collision of the tile map at least. على الأقل عرفنا كيف نضيف collision. ما أدري إذا نفس التايل بس والله شغلة يعني
really weird. I didn't expect that. Too much data in the tunnel. Is that optimal? This good? Is this good? لأن المحاك حقي يضيف تايلز يضيف صورة وهو اوتوماتيكلي يضيف كلهم كتايل ويحفظهم كيوبايتس، يعرف فقط موقعها في الخريطة وأي سبرايت الرقم حقه. والفلاج إذا كان كولايدبل أو فاير كولوجين and that's it. إيه اللي شفته اللي أنا غلطان؟ It seems you can add different collision tabs. I don't know what's a collision thing. أنا ما أقول الحكي أحسن. I'm saying this is totally not what I expected. أنا متأكد تقدر تعمل أشياء واجد ما أقدر أعملها. لأن أنا مو بالسهول إني أقدر أدعم ماي وأدعم متزحلقات مثلا زي كذا، الشغلة معقدة دي بالنسبة لي لأني ما دعمت الشيء ده أصلا. كنت بعتمد على حيل معينة لعمل الشيء ده. أنا بديت أنعس شوي بعد ساعة، المفروض أشرب الماي حقي واشرب الشاي حقي. المهم I don't care. I look like a caveman but I don't care. Make sure you still have good snap enabled, then click and drag the towel. A square collision shape appears on the blue. I kind of don't believe it. But you know what? At least ان يمديك تعمل تايلز باحجام مختلفة. هذا الشيء بيعمل تسهيل واجد للإديتينج. انا ما ترسم الخريطة مربع مربع. So this is a good thing. Auto tile. هلا أنا شفت واحد يعمل عرض للauto tile حقه. I don't understand these. بس شفت يستخدم. I was like, damn. I must do that someday. ما أعرف كيف أستخدمهم. بس المفروض أتعلم كيف أستخدمهم. هنا بس اللعبة. خلينا أسأل وش هو الكولوجين؟ لأن أنا سيء جدا في الحفظ. أنا ما استخدم النسخ النسخ بكثرة. God out. What is a collision? أبي كلام ما بي فيديو كامل سبع ساعات. مين any object that is fully occulted by the shape behind or in some cases inside will be called at runtime. They are designed to be simple to use and expensive. What? مش كده كلمة occult أو cold. I have no idea what does that mean. فهنا في الحالة دي نفتح translator انسداد. There are يعني انسداد انسداد في النفس. There are geometric shapes that are shown in the editor using gizmos. But are invisible at runtime.
حلاتي بارد، أنا وجهي يدفي. To be honest, I don't understand, but it seems تعلق بالكاميرا ولما تقدم على شيء يصير transparent. It seems, but I'm not sure. بين بلا شوف أمثلة. فعرفنا كيف نلعب شوي في التايلز. خلينا نحاول نلعب في البلاير شوي. البلاير. وين موف رايت مع رفا؟ Is this some kind of كيف ادري ان اللاعب قاعد يتحكم بالشخصية اللي اصلا I won't believe the questions I have. كيف وين عرفت الكنترول؟ وين عرفت كل الخرابيط ذي؟ This is a variable, isn't it? كان في ملفات سي اس تم كيف افتحهم بس كيونين Give me a second. Give me a I don't get it. Um,
This is the only code I have in my hand. I mean, I don't get it. واشتغلون إن اللاعب قاعد يتحكم فيه. هل هم البروبرتيز حقه اللي تبع الانجن؟ Let's take a look. I'm a little bit confused. يبالي ده كان ده محرك مش كود. اللي يقصد ان يقصد مو شغل مبتدئين زي بيكاب. كيف اعرف اللاعب نفسه اللي هو انا اليوزر؟ وين كنترول؟ وين ال what's going on؟ وش الكينيماتيك بودي سيدي؟ خليني ابحث عنها. هذه اول شيء لان شكله هذا زي ما تقول البيس كلاس شكله يعني. That's my best guess. فجوجل اللي هو Godot 3.5. What is Kinematic Body 2D is implementing bodies that are to be controlled via code. They detect collision with other bodies when moving but are not affected by engine physics properties like gravity or friction. Okay. So it's a unique code. So it's not a character. اللي اقصده لو ارجع للورلد واضيف واحد ثاني اعمل duplicate and الثاني احرك مكانه نوفو اثنين وتحركوا بنفس الطريقة اللي فهمته. Why this is so stupid. This is a bad example. Oh boy. افتح صفحة ثانية بابا. كيف افتح البلاير هنا؟ قول قفلت البلاي بالغلط وابي افتح السكبت حقه. Don't get me angry please. Okay. احنا No. فدول اثنين هم قاعد يستخدموا نفس الملف السكبت يعني player GD player GD لو أشيله كيف أشيله؟ أي يا ناس كيف أشيلك؟ المفروض يتحرك واحد من الضغط. اللي اقصد بباد كودينج كنت اللي اقصد يعني just like I shouldn't say bad coding, I should say how to put it in it. It's not what I expected at all.
تي فايلز. What are GD files? GD script. That's a script system. Subsystem language. بايثون. انا عمري ما برمج بايثون. يمديني اخذ بايثون او سي بلس بلس او جافا immediately، وانا اخذ جافا بس تعلم سي بلس بلس بنفسي 2008. That's a long time. مع ان نطيت يعني في الجامعة Visual Basic Net to C Sharp و Java بس C++ و User 32 كل الأمور دي تعلمت بنفسي. حتى C تعلمت في جافا في الجامعة. ما دي اللي تعلمت في الجامعة الأولى ولا الجامعة الثانية أو الجامعة الثالثة أو الجامعة الرابعة. Yeah, my life is fucked up. GDScript is a high-level dynamic type programming language used to create content. Uses syntax similar to Python, blocks are identity based. Yeah, it's a goal. I discovered that in a stupid way. Its goal is to be optimized for the tightly integrated with Godot engine. I can see that. Allowing great flexibility for content creation. Guide like inheritance extends. ليش معرف الكلاس ورابطن بايكون؟ يعني الفايل تحط ايكون له يعني؟ Oh man, I don't like use variables. Give me the types, please. What's this? What does that mean? Constant enumerator with negative. Okay. Vectors. Functions. Does it have return type? Functions override functions with the same name on the base parent class. If you still want to call them, use the dot operation. عرف الماء بالماء. Why are you doing this? Why did you override a function to call itself and send the same parameter? Are you trying to break the scripts and do an infinite loop? No, it's not the same function. I don't know what he's doing. Functions override functions with the same name on the base parent class. Inner class. I mean. If you have previous experience with strictly typed language such as C, C++, or C#,
but never use a dynamically tabbed one before. It's advisable you read this tutorial. Yeah, I rarely use languages like these because they drive me nuts. But we can manage. السؤال الذي يطرح نفسه، أنا قرأت إن القادات يشغل السي شارب، فأتوقع إني نستخدم سكريبت ثاني. فأي ملف جي دي ملعون اللي نعمل له حذف مباشر، فخلينا نعمل نيو سكريبت. هلو انهرت. Can I inherit kinetic body? Visual Script Editor? Main loop. Okay. Editor selection. خلينا نبحث هنا. Thick body 2D. Hello. Kimberlite. Let's call it main player script. Ball in a node entity enters a scene tree of the first time. We don't need your help in here. This is my code. This is not my lecture for you. So for you guys, I'm going to order parentheses the way I like. Okay, ninja project. اللي فهمت this is the runtime. What have you done? يا حبيبي لا تضيف البانتسيز على راحتك. انزين. X location this كيف حدد الاوبجكت اللي قاعد تحدد به؟ كيف اغير اللوكيشن؟ I don't get it. Move dire. لا ده نشوف البروسس ده هو. فهذا الموف هذا اللي يحدد الدايركشن مع السبيد. ف
move and slide. C sharp script. Automatically calculate frame based movement using data. Do not multiply your velocity vector by delta before passing it. بسم الله. واحد البلاير 2 دار المين بلاير 1 او ويت فال velocity كيف أعرفها كيف السر كيف وهذه تبع الكينيتيك 2 نفكر تبع الكلاس نفسه. The document assumes you're familiar with Godot's various physics body. Please read physics introduction first. So, honey, but I'll go off here. Yeah. In game development, you often use the four collision object type, how each collision object works. I have no idea what should work, but it's kind of a humble, a job. Area 2D nodes provide detection to influence. They can detect when objects overlap and can emit signal. When bodies enter or exit an area 2D can also be used to override a body that provides collision detection but no physics. All movement and collision represent must be implemented in code. So تقدر تستخدم ال objects تعملها تتعامل مع physics engine أو تخليه separate. Okay, that's a lot of work. Why واحد بيجي بيقدر يكتب الكولوجن الخاص به؟ فذاك يمديك تفتح ملفات libraries وتحطهم بيشتغلون. فهنا يصير عمل تنقية وش الأكواد الزينة. And it will never work if you don't have the basic ability to edit. بس يصير ما تربى انك تتعلم انجليزي اصلا so good luck finding resources in Arabic.
بيدوم 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 بيمديك تعمل لهم editing، تعمل ماب، هل تقدر تترك اللاعب يترك لهم ماب في المنيو؟ سو هل استخدم velocity؟ using a dot. ما أعرف، لا أعمل using a dot. كل spelling. كيف أعمل debug print اللوج؟ مش هذا initialize. ما اشتغل في سي شارب ولا بس هذا الزفت. أنا نجرب. فرك مي. سيستم. ديباغ. ما أعتقد. كيف تنكتب؟ الله يلعب بليس، انا بعد نسيت الكود، دماغي بدي جايين بالكامل ترى امي، يعني diagnostics diagnostics debug. سبحان الخالق، انا قلت لنبيل مو كل الاديترز فيها auto ولازم تتعود بعض الاحيان، ان الحين اكلت علقه، انا ما في اي 2، فانا ما انا متاكد دول كابيتال ولا سمول. انا اجرب انا توقعت الدياجنوستكس موجوده في سيستم، واذا كان معاني go load in C sharp. Are you fucking serious? Additionally, you can use system diagnostics debug. احتمال انا كتب السبلنج غلط. خلينا يا كتبت السبلنج غلط انا عجي. اوكي هلو 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 هلو. انزين قلنا نطبع كلمة، نقدر نطبع الفيلوسيتي مثلا. نو نوب فانو اوكي الحمد لله اني تعاملت مع سي شارب كفايه،
اني اعرف ان الكونسول مش متاح لك طول الوقت، فيمديك تعمل ديباج وتكتب رايت لاين للدياجنوستكس تول ويطلع لك او اللي يسموه تريس او whatever. لا تغلط، يقول من الصح غلط يقوم عليك العالم كله لان مسكوا عليه غلط حقك كده. اوكي anyway وين كنا؟ ليش ال velocity يقدر يستخدموه and they extending this stupid thing and what the hell is this what the hell is this تعرفوه هنا عرف الماء بالماء. ليش عرفوه هنا؟ so this is not a local variable, this is not a local variable. I thought I mean when what will انا كنتك بادي 2D مو معرف داخل ال velocity وال position. what's going on here؟ وين ال fields تبع الكلب هذا؟ كلب safe margin sync to what floor angle. this is the methods, this is wait what kind of property is this? okay, he has a field, no he has a method called vector to get floor velocity as a constant. what This is the return type. The method, methods, functions about, I don't get it. Why doesn't he has his own velocity? على الأقل أقدر أعرف if he's on the floor or not. فخلينا نستخدم move and collide. خلي يضحك على اليمين طول الوقت. خلينا نجرب. new vector. boy. oh boy. I would love this. vector. ما تقول لي وين الاكس وين الزيرو وين ده. نقول اعتقد يبدأ بالاكس فاكس زيرو زيرو. it's a vector two right so fall two actually هو already optional two raycast. are you serious? Are you fucking okay? Just. يلا عشان ليطمئن قلبي. فنفوض ما يشتغل أصلا. Off your word or up, come on. What the hell? When el error stack affected. I don't believe it in the mafia word whatever. Does not exist in a countdown. Oh. I'm gonna hello.
تمام السلام. موف كان كولايد دوزنت ورك. واي So this is the documentation for Byphone, huh? Okay. I thought this is documentation for both. Can I see the freaking code? I want to see the code only. Oh god. Oh no. Dun da 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 الله يرحم والديك. اعطيني حريتي. نفس الملف الملعون بس اشوف في فنتين هنا. The same thing. أنا return type صح؟ هذا return type أبو الشباب. يا راب بس ده عايش ده right؟ وين الفول ايرور سيريسلي انا بيرتفع ضغطي شوي That's it. هل معرف اي فيرجن؟ بعض احيان دوكيومنتيشن تبع فيرجن جديد فرك مي مان فرك مي ان سي شارب I'm trying to make my 2D connector count as controller bus but in order to do that I'm using move and collide I ran my own logic for handling collision I'm running into quite some few or issues as everything doesn't just work with a magic wand. C++, failure daughter. Got out engine. I thought I'm dealing with C#. بعض الأحيان جوجل ما يفهم C#، as in نقول كلمة sharp.
لا لا كمل كمل قراءة كمل قراءة. أنا قاعد أستخدم فيزيكس بس أنا قاعد أستخدمه بروسيس تقدر تقول. بس هم عرف locally velocity. أنا ما علي الحين المعرفين velocity locally ولا لا، اللي علي how the frick could I use the stupid variable, how can I see them? I mean if the documentation freaking lied to me, I don't get it. I mean the documentation فاتحنا من قبل شوي تبعنا المفروض يعطيني الفيلد والخرابيط إلى get the floor angle ما تشتغل. Then what am I living for? هل الأسماء مختلفة في السي شعر مثلا؟ ليش لونه صار أزرق؟ مثلا يب يب لون أزرق مو معناه نموت. المشكلة ما في auto complete فما أقدر أتأكد من وش موجود في داخل. والإديتر مصمم للبايثون أصلا. فأم not sure what's going on here. ليش الدوكيومنتيشن ما أقدر أستخدم الفانكشنز المعرفينها؟ هل دول التعريف الأسماء مختلفة في السي شارب ولا السي شارب نفسه ما يقدر يعمل الشيء ده؟ anyway مرة ساعتين it was fun while it lasted. It's expected that nothing would work in 2 hours. هذي 20 سنة برمج and الكاميرا كانت نازلة شوي راوي كي يقل قوة الإيدين الحقي. يعني 20 سنة برمج على الأقل at least and I couldn't make anything unique in the engine. فوش بالك إذا واحد ما عمره عرف حتى يعرف يقرأ إنجليزي زي الناس ما عمره جرب أكيد تكون تجربة مخيفة. يعني توقعها بدل ساعتين توقعها اسبوعين. انا طبعا واحد عنيد ما رحت شاهدت فيديوهات بعد احاول اني اقرا اتعلم بنفسي. فتحتاج الاثنين تحتاج تاخذ تروح تشوف فيديوهات وتروح تشوف تعليمات ولما تنبى تسوي شيء دقيق تجي للدوكيومنتيشن وتحاول تقرا وتشوف. اللي مبهدل اني الدوكيومنتيشن شكله مكتوب للبايثون بس لما ضاف السي شارب اتسمس تسمس. انا ما عندي مدى السي شارب ضافوها فمتوقع يعني في بهدلة في الموضوع ده. فان شاء الله نحاول مرة ثانية بكرة لما اخلص شغل بكرة لما انام اقعد واخلص تمرين واخلص تغسيل مواعين واخلص بسخرة واخلص شغل نحاول من جديد وان شاء الله بيكون في تقدم اكثر. يمكن انزل مشروع جديد واشوف المشروع اذا كان يشتغل بالسي شارب واحاول من جديد. شكرا للمتابعة ونراكم مرة أخرى.